طيب، من مركز شباب الجزيرة إلى ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز وهي متواجدة الآن في نادي النصر في مصر الجديدة. ميرنا، واضح أن في توافد كبير من المواطنين بدأ من الآن لديك، ماذا عن الاستعدادات والأجواء؟ كما ذكرتي توافد كبير للمواطنين، ربما بعد صلاة الجمعة بدأ التوافد للمواطنين، وأيضا قبل الصلاة بدأ توافد المواطنين في مختلف الأماكن وأيضا النوادي هنا بمصر الجديدة. بما أننا الآن نتواجد في نادي النصر كما ذكرتي، فالتوافد كبير جدا للمواطنين، هناك ما يزيد عن 5 شاشات في مختلف أرجاء النادي، حولها مئات الكراسي المعدة لاستقبال الجماهير ورؤيتهم للمباراة الهامة، مباراة النصر والسنغال، ودعوات 100 مليون مصري اليوم مع المنتخب الوطني المنتخب المصري في هذه المباراة الهامة. بحديثنا مع المواطنين هنا، يعني هم يتمنون من كل قلوبهم الفوز للمنتخب المصري ويتوقعون الفوز للمنتخب المصري الذي جاء متسلحا بالعديد من الأمور في هذه المباراة، أولها بالطبع دعوات ملايين المصريين التي تقف معهم ومؤازرة ملايين المصريين، إن كان 60,000 مشارك في استاد القاهرة، ولكن التشجيع لا يتوقف فقط عند استاد القاهرة أو 60,000 علم مرفوع في استاد القاهرة، ولكن في كل بيوت المصرية، في 100 مليون يد، يوجد 100 مليون علم و100 مليون قلب مرفوع إلى السماء لمساندة المنتخب الوطني في هذه المباراة الهامة. لو نتحدث عن التاريخ الذي يقف في صف المنتخب الوطني، أيضا من الأشياء التي يتسلح بها المنتخب الوطني في هذه المباراة هو رصيده الكبير. فالتقى المنتخب المصري مع المنتخب السنغالي 14 مرة، في ال 14 مرة فاز المنتخب المصري 7 مرات وخسر 4 مرات وتعادل 3 مرات، ما يجعل أيضا منتخب الفراعنة له الأسبقية وله الريادة في المواجهات التي خاضها ضد المنتخب السنغالي، ذلك بخلاف أيضا تشجيعات ملايين المواطنين وأن هذه المباراة تقام على أرضه وبين جمهوره. وقد صرح يعني في الأمس كيروشوا والمدير الفني للمنتخب المصري بأن اللاعب 12 للمنتخب هو الجمهور. صحيح ميرنا، ربما رصدنا كل الجماهير المصري، ربما رصدنا الاستعدادات في مختلف مراكز الشباب أو النوادي في مختلف المحافظات اليوم، ماذا عن الاستعدادات لديك في نادي النصر؟ كما ذكرت لك آية، 5 شاشات في أماكن متفرقة، حول هذه الشاشات يوجد مئات الكراسي المعدة لرؤية هذه المباراة، أيضا أكثر من قاعة مغلقة بها أيضا شاشات عرض كبيرة، والمئات أيضا من الكراسي المستعدة لاستقبال الجماهير لمشاهدة هذه المباراة، ذلك بخلاف أن يمكن لأي أحد خارج نادي النصر أن يدخل إلى النادي لرؤية هذه المباراة بدفع التذكرة الخاصة بالدخول والتي لا تتجاوز 20 جنيها، ويعني لا يتوقف الأمر فقط عند الحاصلين على عضوية هذا النادي، ولكن أيضا كل المواطنين يمكنهم الدخول إلى هذا النادي لرؤية المباراة والاستمتاع بهذه الأجواء الحماسية والأجواء الجميلة بين كل المتواجدين هنا. جدير بالذكر أيضا أنه يوجد ممنوعات كما ذكر زملائي، لا يمكن الدخول بها داخل هذه النوادي وخاصة النادي الذي أتواجد به، منها المفرقعات النارية وأي وسائل للاشتعال، كذلك أيضا مكبرات الصوت الضخمة وكل هذه الوسائل. هناك أيضا يعني تنفيذ لمختلف الإجراءات الاحترازية داخل النادي خاصة في القاعات المغلقة، بعدم يعني خلع الكمامة وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما أود أن أشير إلى أن الكراسي أيضا المعدة في مختلف أرجاء النادي هي معدة بشكل أن تكون في هناك تباعد اجتماعي بين كل الكراسي والأخرى، وذلك للحفاظ على السلامة للجميع. الأجواء هنا الآن قبيل انطلاق هذه المباراة أجواء احتفالية، أجواء حماسية للغاية، أجواء بها الكثير والمئات من الدعوات التي يرفعها المشجعين هنا لفوز المنتخب المصري إن شاء الله. بالتأكيد ميرنا، يعني كما ذكرتي ميرنا، دعوات ملايين المصريين متوجهة النهاردة للمنتخب الوطني اللي بنتمنى له النهاردة طبعا كل الفوز إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا من نادي النصر في مصر الجديدة. شكرا طبعا موصول للزميل إبراهيم عزت من مركز شباب الجزيرة، شكرا لكما.